ترى اليوم حيكون فتح علبة راندوم بوستر بلبل فايس لابورد أو النمر الغاضب للاعب ليث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مونستر بلايت وفتح علبة جديد، وهذه المرة فتح علبة بلبل من جزء التيربو من أنواع علبة راندوم بوستر أو علبة الحظ. البلبل طبعا اسمه فايس لابورد، ترجمة اسمه ليبورد يعني نمر، وفايس يعني ملزمة، فيطلع زي نمر وملزمة وملزمة النمر. فالاسم غريب شوية يا شباب، فاحنا ما حبينا نسميه زي كده، فقلنا خلينا نسميه النمر الغاضب، كذا اسم جاب بالنا وقلنا خلينا نسميه النمر الغاضب، برضه يعني مشتق من الاسم باللغة الإنجليزية. طبعا زي ما قلت لكم بلبل من نمط علب الحظ. علب الحظ في العادة لما تجي من تكارتهم لازم تشتري مليون علبة عشان تحاول تطلع لك في الخير ما يطلع لك. فاحنا جبنا بلبل مواصلي نسخة زد 3، وهذه المرة فتحناها للمرة الثانية. طبعا قبل تقريبا 8 شهور فتحناه، وكان المعلومات عندنا مضروبة، ما كان عندنا معلومات اصلا. فالحين حنعيد الفتح ومعلومات ان شاء الله تكون كويسة والفتح يعجبكم وبجودة جدا اسطورية. النمر الغاضب للاعب ليث. البلبل من زد 3، البلبل نمط الهجوم والدوران اليميني. فيلا نشوف كيف الفتح. طبعا المفروض انهم قاعدين يقلدوا علبة كارتومي اللي هي علبة الايفوليوشن. فزي ما انتم شايفين العلبة التيربو تختلف، تحين احط لكم صورة علبة التيربو هنا. فزي ما انتم شايفين هو كذا جايب بلبل، وجايب البلبل هنا هو قاعد يحطم نفسه، فشايفين كيف؟ مشكلة شباب. اوكي طبعا هنا كاتبين راندوم بوستر، اختصار الاسم، اختصار الاسم اللي حتلاقوه في كل المواقع ب118، شايفين كيف هنا؟ ب118، وهنا كاتبين بي بليد، وهنا طبعا حاطين معلومات غلط، كاتبين انه هو قدرة احتمال، فهذه معلومات غلط. وبرضه البلبل عنده نمط في اللاير. نفس نمط الخادم توهج بس لا، هذا خادم توهج كذا يعني كذا غريب دائري، وهذا ينفتح على راحته، اما هذا ينفتح ب زي ايش اسمها هذيك عبد القادر، هذيك الاشياء شباب اللي كذا في البلاغي اللي تنضغط، طيب تنضغط كذا وتطلع زنبرك يا بزنبرك. شايفين كيف؟ طبعا العلبه مفتوحه عشان الريب كورد نو، قاعدين نحاول ندخل وما بعض يدخل. شايفين الريب كورد هنا؟ تمام. هنا حاطين لكم معلومات، هنا حاطين اللاير ديسك 12 طبعا الدرايفر، وهنا بعض الاشياء بالياباني. تمام. هنا بعض المعلومات قلناها، وهنا نمط اللاير، النمط الموجود في اللاير. وهنا طبعا هنا حاطين لكم، دقيقه بس نضبط الفوكس، طبعا هنا حاطين لكم الشجاع الفائز وبلبل درع الفارس الحديدي، وهنا حاطين قطع البلبل. بس زي ما انتم شايفين هم هنا حاطين، طبعا شوف كيف حاطين البلبل معاه فريم، بس اللي جاء داخل العلب ما معاه فريم، الفريم جدا نادر. فالفريم طبعا اسمه الليفت، انه بجهتين طبعا كده، يمديكم تركبوه كده، يمديكم تركبوه بجهة ثانية، وتقريبا الفريم نفس فريم بلبل لهيب التيربو. شوف كيف يمديكم تركبوا الفريم بهذه الطريقة، ويمديكم برضو تقلبوه بهذه الطريقة، بس هذاك افضل يعني، تقريبا يعتمد على البلبل. طبعا كنت قاعد اقول لكم انه يعتمد على البلبل اليميني واليسار، فقطع التصوير. فالحين رجعنا حطينا شرحنا ورجعنا. طيب كنا قاعدين نتكلم عن الفريم، انه الفريم حقه حيطلع لكم صورته هنا. طبعا هو ما حيطلع في نفس العلبه، بس حطينا اللاير والديسك 12 ودرايفر الديسترويد. اوكي صار قبل كده بقى الديسترويد. فمجموع البلبل كده حسيت البلبل جدا اسطوري جدا قوي، وحنحاول في الايام القادمه نطلع لكم الفريم، نجيبه غير اصلي، نجيبه اصلي ما اعرف، حنحاول نطلع لكم هو قبل لا يطلع البلبل في الانمي، احنا حنكون جبنا الفريم خلاص. فهذا شيء ترى شاف في انمي البي بليد بيرس تيربو، البيبات البيرس تيربو، ترى احنا من جد شباب حنكون اساطير، عندنا كل البلابل قبل نزولها تقريبا، يعني بس ناقصنا كم بلبل علبة حظ وكم بلبل كذا قطع بلابل اصلية وخلاص جمع كل البلابل. فهذا الحين خلينا نروح طالع هناك شباب، حتعرف كل حاجة. يلا نروح نفتح العلبة. يلا اقول لكم فتح العلبة، والعلبة اصلا مفتوحة. دقيقة نجد الطاقات، اول شيء طاقة بلبل يتميز انه يعني تقريبا في القدرة على احتمال شباب، طبعا ياباني فماني فاهم، في القدرة احتمال وفي الهجوم، هذا الشيء اللي متأكد منه، وفي الوزن طبعا وزن اسطوري. فاول شيء قاعد يطلع ريب كورد، واكثر شيء متعبنا اليوم ريب كورد ما راضي يدخل في العلبة، خليه على جنب. تمام. بعدين يجي البلبل بهذا الشكل. اوه اوكي ايش طلع؟ شوف كيف هذا جاب اطلاق الجمعة. واو شوف كيف ريب كورد تعود. واو كيف، خليه على جنب. شايفين هذا هو اللانشر اللي جمع اغلب البلابل، خليه على جنب. ودحين نجي البلبل. البلبل طبعا جاء كذا بكيس ترى شباب، انا حطيت تقريبا هذا مو نفس الكيس بس انه في كيس جاء. طيب هذه هي القطع، اللاير، الديسك، الدرايفر. شايفين كيف؟ نبدا باول قطعه واللي هي اللاير.
شوف كيف اللعبة شباب. لونها أسطوري كذا أزرق، بعدين حط لك هو كان عنده راس من هنا وراس من هنا، تخيل شباب شايفين كيف. فعنده طبعا مهارة جدا أسطورية، فلونها كذا أزرق مع كذا اندماج الأحمر الأحمر زي أسنان والرمادي من فوق يبقى كأنه أسنان زي كذا أو مخالب، يا مخالب شايفين كيف. من عند التيث طبعا بلابل الجزء الجديد هذه ما فيها فريم او ما فيها شو اسمه ذاك شيب، يب ما فيها شيب. لما طالع كده من تحت تلاقي فيه له هذا الشيء المعدن اللي فوق، تمام شايفين كيف. الحين خلينا نروح لكم للتيث، واضحه صراحه شباب التيث يعني من متوسطه لقويه. تمسك شباب لما تركب بيبك يحسو يمسك كده يلصق في الدرايفر. طيب دحين نجي للنمط الخاص بالبيبي، خلينا نشرح لكم هو كذا بشكل مبسط. شوف كيف، شوف ايش مرسوم هنا على اللاير، سهم هنا وسهم هنا. ايش معنى هذا الشيء؟ لو جاتك ضربه من هنا، خلينا نفترض مثلا بيبي السيف عنده السيف طبعا، لو جاء البيبي هذا ضربه من هذه الناحيه شايفين كيف حيرفعها، طيب حيجي كذا وحيرفع هذه، فالبيبي ده ما حيتاثر. وهذا الشيء يذكرنا باي بلبل. طيب هذا الشيء يذكرنا بلبل مصاص الدماء. بالمصاص الدماء لما تجي له ضربه ينضغط اللاير، شوف بس هذا العكس تقريبا. ياب هذا العكس اكيد، مو تقريبا، شوف كيف فوكس دقيقه شايفين كيف تنضغط. فجت له ضربه هذه حتنضغط. فهم ايش طلعوا، ايش يعني ايش كانوا يتوقعوا؟ كانوا يتوقعوا ان لو البيبل هذا جات له ضربه بهذا الشكل هذا الشيء حينضغط وحيترفع وحيحطم هذا، بس ما صار التوقع، او انهم حطوا التيث ضعيف عنده والله ما ادري. ياب ما ضبط معاهم، فقاموا عدلوها هنا وخلوها ترفع على فوق. فلو جات له اي ضربه من هذه الناحيه اللاير حترفع، بس هذا كبير هنا اوكي اللاير كذا حترفع طبعا. وبعدين لما تيجي ترفع هذا يعني يتوقف عن الدوران بشكل مبدئي كذا، يعني بشويش لما توقف خلاص تماما عن الدوران، وبرضه ما يحطم، يعني تقريبا يحطم بس بلعبه جدا ضعيفه بالاسنان اللي هنا والمخالب. يحطم لو كان عنده هجوم من بعيد وجاء على البلبل. اوكي الحين خلينا نروح للديسك. ثاني قطعه وهي الديسك. طبعا الديسك ما فيه له اي ميزه، اول شيء اسمه الديسك ديسك 12. الديسك ما فيه له اي ميزه بس فيه له سلبيه. السلبيه الوحيده اللي في هذا الديسك انه ممكن يقحط او يعني يخدش البلابل، يعني لو حطيته مثلا الديسك هذا في بلبل زي بلبل الكلب المتوحش مثلا، شايفين كيف كذا، شوف كيف القطعه هذه طالعه شايفينها هذه. فلو كان داير او داير يعني انه قاعد يدور بسرعه جدا جدا قويه اوكي ده كان قاعد يدور بسرعه جدا قويه، ممكن انه يخدش البلبل في اللاير هذه يخدشها يعني اوكي، ممكن توصل لدرجه انه يكسرها شباب. فعشان كذا يفضل انكم لما تيجي تلعب هذا الديسك تحطه معاه فريم، اي فريم. اخر قطعه عندنا وهي الدرايفر، والدرايفر هو درايفر الديسترويد شايفين كيف، اللي هو نفس درايفر الوميض المظلم ونفس درايفر واحد من البلابل. اوريكم ولا ما اوريكم؟ طيب اوريكم شغله. تمام هذه هي الدرايفر اللي عندنا من نسخه الديسترويد. طبعا كمان عندنا هذا اللون، طبعا عندنا شباب ما شاء الله احنا الوان عندنا هذا ديسترويد عندنا ديسترويد عندنا متوفر شباب. طيب ايش كان عندنا من ديسترويد؟ بس توقع يب ما عندنا كثير، هذا لون بس، الاربع الوان، اثنين اصليه واثنين ما هم اصليين. فواحدة منهم جدا اسطورية، وواحدة منهم تنفع لميضة مظلم في جزء الليفليوشن دبحت بطولات، وتنفع كمان لبلبل هذا البلبل النمر الغاضب اذا برضه راح بطولات في جزء التربو، فحتنفع مرة شباب. تعين لكم على الدرايفر هذه ان شاء الله قريب، كمان اسبوعين او اسبوع بتشوف الدرايفر هذا فتح علبة بلبل اسطوري. فهذا الدرايفر الديسترويد ما في له اي شيء يميزه، بس انه يعني اذا جاء في حافة الحلبة هذا الشيء حيساعده دوران حر طبعا كيف، بس فما في شيء يميزه. وخلينا نروح الحين لقياس قطع البلبل. الحين جينا فقرة قياس اوزان القطع. عندنا الميزان هنا، يعني ميزان ايش يسموه متواضع. طيب نبدا باول قطعه واللي هي اللير. اوكي الميزان كنه مايل شوي يب كذا. اللير اتوقع حتكون جدا ثقيله، يب 21 جرام ونص 52 طيب. يعني تحت السيف الخاطع بشويه. الديسك الديسك 15 جرام و 83 يعني تقريبا 16. الدرايفر 6 جرام و 6 جرام بالضبط او 6 جرام واحد. طيب خلينا نسوي مقارنة بينها وبين بعض البلابل. في الدرايفر نبدأ في المقارنة، هذا كان 6 جرام واحد، هذا حيكون كم؟ 6 جرام و 63 الاصلي، الاصلي من تكارتومي 6 جرام و 63.
طيب من تي دي 5 جرام 59، يعني جينا بترتيب الأثقل حيكون كذا تقريبا الأثقل هذا. طيب يعني هذا بين هذا الدرجة اللي طلعنا قبل شوية. لا طلعنا ما حنقدر نحطه. طيب الديسك، الديسك طبعا كم طلع قبل شوية؟ خلينا نشوف. هذا الديسك اللي جاء من زيتري وزنه 15 جرام 16 جرام، خلينا نقول أو 15 إلى ربع، 15.85. هذا من تي دي 16.62، فتي دي تتفوق، فجينا بنحط القياس كذا تي دي بعدين زيتري. طيب نيجي لللاير، طبعا اللاير كان وزنها 21 جرام و50. لو نقيسها بعض ضيارات بلابل التيربو فهنا عندها 18، فهذا حيكون الاول، هذا حيكون الثاني. الشجاع حيكون الثاني، هذا حينزل دقيقة. اخر بيبي عندنا هو الوميض في الديسك طار. الوميض حيكون تقريبا الوميض 18.78، هذا 18.9، فتقريبا حيكون ترتيب اللايرات زي كذا، فهذا حيكون اثقل لاير فبين هذول اللاير الاربعة. فهذا الحين خلينا نروح للنزلات. الحين نزلات غيرنا مكان النزلات الى هنا، بس وقت فتح العلب، بس النزلات الثانية حتكون بالحلبة الاصلية في مكان التصوير الاصلي، بس عشان دحين طبعا احنا دحين في استوديو ثاني، لما نجي نصور نزلات في العادة نروح استوديو ثاني شباب تخيلوا، فشغلة نقعد نسوي هذا فتوحات ونفس الوقت نروح تسد هذاك نلعب نزلات ونرجع عند فتوحات مره ثانيه، فخلاص فتوحات نزلات نفس السد. وايش رايكم تخلي البلابل اللي مين اصليه الحلبه الاصليه ممكن يبدو كان نزال جدا مهم، يعني لو كان بلبل مهم مثلا زي السيف الوهاج خلينا في حلبة اصليه، هنا نتعب عشان سيف الوهاج انه بلبل اصلي فمستحيل نعد الفتح. زي ما انتم شايفين بلبل بدا هجوم بعدين صار دفاعي، هذا كله يعود للدرايفر. فالحين خلينا نروح للنزلات ونبدا ببلابل. هذا حتشوفوه الفتح قريب شباب، حنعيد الفتح. شايفين كيف الضربة؟ يب شايفين كيف الضربة الأولى كيف جات؟ واو من جد ترى. كيف الفايز هو بلبل نمر الغاضب؟ نروح البلبل الثاني واللي هو الدمع الفارس. الضربات شوف كيف قاعد تضاعف جماعة هذا الشباب، شايفين كيف؟ لما يتوقف عن الدوران بشكل تام، زي ما قلت في الشرح عن البلبل. طيب آخر بلبل معانا البلبل الأسطورة. شباب البلبل ده اللي ما يركب، هذا هو البلبل الوحيد اللي ممكن تعادل، اوكي؟ هذا هو البلبل الوحيد اللي ممكن يفوز عليه. لأن ضرباته يب جدا قوية. واو اوكي لو كان في بس ما كنت شفت هذا البلبل شاب النمر بيتحطم، مستحيل. التيف التيف مع الدرايفر كذا الدماج اوكي وصل ونص، لان الزنبرك من الدرايفر جدا قوي. فهذا كان فتح اليوم، اتمنى انه عجبكم الحلقه، بدال انه شويه مايله في كل فتحات البلاد ما يصليح تلاقوه كذا عشان نبين لكم المنطقه هذه. فبلبل النمر الغاضب للاعب ليث، اتمنى عجبكم فتح، اتمنى عجبكم الفتح، واتمنى عجبكم طريقه التصوير والتقديم وكل هذه الاشياء. فبس هذا كل اللي عندنا، لا تنسوا من اللايك وسبسكرايب وشير، واكتبوا لي في الكومنتات ايش رايكم في بلبل النمر الغاضب للاعب ليث، اذا عجبكم اعطونا لايك، اذا ما عجبكم اعطونا لايك، واذا عجبكم ما عجبكم اعطونا لايك واشتراك. وصلنا للختام، سلام.